يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي اليك بقيه الله صلوات الله عليك بك صلني عنك لا تقطعني بأمك فاطمة. أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك. كل أملي نظرة من لطف عينيك. ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم هذا هو برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك الحلقة الحادية والخمسون بعد المئة فاصل وبعده يحل الحديث عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف واعلموا أنكم لن تعرف الرشد حتى, حتى تعرف, تعرف الذي تركك ولن تأخذ بميثاق الكتاب حتى تعرف, تعرف الذي نقط ولن تمسك به حتى تعرف, تعرف الذي نبذ وعن, وعن إمامنا الصادق صلوات, صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت فإنا ورثناه وأتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله, صلوات الله وسلامه عليه, عليه. طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا وقد اخامني الله وانا الحجه بن الحسن صحائف العقيده السليمه لا زلنا في صحيفتنا الخامسة، والعنوان شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء العشرون، تقدم الحديث في الشأن الأول التأسيس، وفي الشأن الثاني اركان عقيده التوحيد ولا زلت احدثكم في الشان الثالث العباده العباده التوحيديه وهذا هو الجزء الخامس وصلنا الى هذه النقطه من ان العباده نيه وتوجه وطقوس مع احكامها الطقوس واحكامها موكوله الى مضانها الى مصادرها الخاصه بها في هذا البرنامج سيكون حديثي عن النيه وعن التوجه وعدتكم ان احدثكم عن النيه في هذه الحلقه ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في حديث العتره الطاهره عن النيه جاء شيء كثير وكثير جدا الغريب ان الثقافه الشيعيه لم تقاربه وعلمنا عن النيه شيئا لا علاقه له بما جاء في ايات الكتاب الكريم وما جاء في احاديث العتره الطاهره فمراجع حوزه الطوسي يعزفون نغماتهم وفقا لمايسترو سقيفه بني ساعده من هناك ياخذون كل شيء وبعد ذلك يلصقونه بمحمد وال محمد النيه في اللغه تعني القصد وتعني العزم ايضا هناك معان اخرى للنيه في اللغه لكنني اتحدث عن المعاني التي ترتبط بموضوعنا النيه في اللغه تاتي بمعنى القصد وتاتي بمعنى العزم والعزم اضعف من القصد لان القصد يكون هناك دافع عند الانسان بحسب رغبته بحسب ارادته مع مباشره للعمل بينما العزم يكون عند الانسان دافع مع رغبته في العمل لكن ليس بالضروره ان يباشر العمل في هذا الوقت ربما يباشر العمل بعد شهر او شهرين يكون الانسان عازما على السفر قد يسافر في هذه اللحظه وقد يسافر بعد شهر او شهرين ولكن حينما يكون قاصدا فانه سيباشر العمل في هذه اللحظه ومن هنا جاء في الزياره الجامعه الكبيره من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه اليكم ومن قصده لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهة فلربما أعود إليها حينما نتحدث عن توجه العبادة إذن النية في اللغة ومثل ما قلت لكم قبل قليل إنني أشرت إلى معنيين من معاني النيه في اللغه لارتباطهما بموضوع الحلقه فالنيه القصد والنيه العزم والذي يرتبط بالعباده هو القصد لان الانسان حينما يكون ناويا للقيام بعباده من العبادات او للاتيان بعباده من العبادات فانه سيكون قاصدا مع الرغبه والاراده في الاتيان بالعمل هناك مباشره فعليه للقيام بذلك العمل فيكون القصد هو الانسب لغه لهذه الكلمه النيه وانا لست مهتما كثيرا بالمعنى اللغوي هنا وانما هناك ضروره علميه يقتضيها المقام ان ابين المعنى اللغوي لهذا المصطلح لهذه الكلمه النيه حتى يتكامل الموضوع من جهه بحثيه علميه اما هذا الذي ثقفنا عليه وعلمنا عليه من قبل المؤسسه الدينيه الشيعيه الرسميه فلا صله له بفقه النيه عند ال محمد مثلا ان نتلفظ النيه اما بصوت مسموع او بصوت خفي او ان نستحضر جمله في اذهاننا مثلا أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى هذه النية نتلفظها هذا شيء لا وجود له في فقه العترة الطاهرة فليس هناك من تلفظ للنية مطلقا ليس هناك من عين وليس هناك من اثر لمثل هذا الامر الذي ثقفت عليه الشيعه يتلفظون النية لفظا اذا كان الانسان يريد ان يقوم بهذا من عنده لا اشكال في ذلك لكن هذا ما هو بجزء من العباده ابدا اما اذا افترض ان هذا قد جاءنا منهم صلوات الله عليهم فذلك افتراء عليهم هذا افتراء ليس هناك من نيه ملفوظه اصلي صلاه الصبح الى بقيه الكلام فليس في فقه العترة من نية ملفوظة مطلقا في كل العبادات في الصلاة وسائر العبادات الأخرى هل هناك من نية مستحضرة بألفاظها لا أتلفظ بهذه الكلمات وإنما أستحضرها مثل ما يكتبون ذلك في الرسائل العملية فإنني استحضر هذه الألفاظ أصلي صلاة الصبح ليس لفظا وإنما استحضارا ذهنيا استحضارا قلبيا هذا أيضا لا وجود له في فقه العترة الطاهرة ان تكون النيه حينما نوقعها لفظا او استحضارا مع بدايه العباده مثلا مع صلاه الصبح مع تكبيره الاحرام هذا الامر ايضا لا عين له ولا أثر في فقه العترة هذه الثقافة التي ثقفنا عليها جاءوا بها من سقيفة بني ساعد من هناك هذا هو الذي علمناه وفقهناه وما هو بعلم ولا هو بفقه من قبل المؤسسة الدينيه الشيعيه الرسميه فليس هناك من الفاظ مشخصه للعبادات وردت عنهم في النيه وليس هناك من الفاظ مستحضره في الاذهان وفي القلوب نستحضرها في العبادات وليس هناك من وقت مشخص لايقاع النيه عند تكبيره الاحرام مثلا او في بدايه الاذان والاقامه اذا كان المصلي يؤذن او ياتي بالاقامه كل هذا الكلام لا علاقة له بالنية في فقه العترة الطاهرة، لذا لن أقف طويلا عند الذي كتبه مراجع النجف في موضوع النية وطولوا كثيرا في كتبهم وكل الذي كتبوه لا يقارب ثقافة العترة الطاهرة حتى هذا المصطلح وهذه الكلمة القربة هم داخوا في تشخيصها ما المراد من القربة هنا داخوا وذهبوا يمينا وشمالاً لا شان لي بكلامهم هل اصابوا هل اخطاوا هل شرقوا هل غربوا ذلك شيء راجع اليهم انما قدمت لكم هذه المقدمه كي تكونوا على بصيره من امركم فأنا لست محتاجا لبيان المعنى اللغوي للنية ولست محتاجا للتطرق إلى ما كتبه واستنبطه وأفتى به مراجع النجف فكل ذلك لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة لو كان عندي من الوقت لجئتكم بكلامهم وبينت لكم مدى ابتعاد كلامهم عن فقه العترة الطاهرة قلت لكم أصابوا أخطأوا اقتربوا ابتعدوا لا شأن لي بهم سأذهب إلى فقه العترة الطاهرة ولكن قبل أن أشرع في ذلك سأذهب بكم إلى فاصل يَا مَنْ فِي <applause> الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

تعجلون <سؤال> سبحانك يا الله الغا <سؤال> <سؤال> انيه <سؤال> في فقه العترة الطاهرة إذا أردنا أن نقوم بعملية مسح لما جاء في كتابهم الكريم المفسر بتفسيرهم وما جاء في أحاديثهم الشريفة النية بعيدا عن المعنى في اللغة وبعيدا عن الذي يقوله مراجع وفقهاء حوزة الطوسي لا شأن لي بكل ما قالوه اصابوا اخطأوا كما قلت لكم اقتربوا ابتعدوا هذا امر راجع اليهم فانني لا اعبا بالذي صدر عنهم وصدر منهم المصادر الصافيه موجوده عندي فلماذا اعود الى هذه الجهات الضاله قرانهم بين يدي تفسيرهم الذي بايعت عليه في بيعه الغدير موجود بين يدي احاديثهم وفقههم ومصادرهم الاصليه موجوده بين يدي فلماذا اعود الى اولئك الضلال الذين ضحكوا على اجدادنا وابائنا وطالما ضحكوا علينا النيه هي المحرك الذي يحرك الانسان باتجاه اي عمل يقوم به وهذه قضيه فطريه طبيعيه اي عمل بغض النظر اكان هذا العمل دينيا اكان هذا العمل دنيويا هناك جهه محركه في مضمون الانسان الجهه المحركه هي هذه النيه حينما يستيقظ المصلي لصلاه الصبح هو في نيته اذا ما حان وقت صلاه الظهر فانه سيصلي صلاه الظهر هذه هي نيه صلاه الظهر اما ذلك الكلام الزائد الذي علمونا اياه فتلك فبركه شيطانيه المشكله لا نستطيع ان نتركها المشكله هي هذه نحن علمنا على هذه الفبركه الشيطانيه منذ نعومه اظفارنا انا اتحدث عن نفسي وعن غيري لا نستطيع ان نتركها لماذا علمنا هذه الفبركه الشيطانيه لان مراجع النجف شياطين جاءونا بهذه القذاره من النواصب لماذا كي يحول هذا الامر فيما بيننا وبين النيه التي هي بحسب فقه العتره الطاهره بحسب ثقافه العتره الطاهره هذا هو الذي فعلوه بنا وكما قلت لكم المشكله لا نستطيع ان نتخلص منها من هنا امير المؤمنين كان يقول لاصحابه علموا اولادكم في صغرهم علموهم حديثنا علموهم علومنا قبل ان يسبقكم اليهم المرجئه لقد سبق المرجئة يا أمير المؤمنين آباءنا وتشبعنا يا أمير المؤمنين بفقه المرجئة إنهم مرجئة النجف النية في ثقافه العتره الطاهره وفي فقه العتره الطاهره تتالف من جزئين انني اتحدث عن نيه العباده اتحدث عن العباده بكل مصادقها في العبادات الواجبه في العبادات المندوبه في الصلاه في الصيام في كل اشكال العبادات النيه تتالف من جزئين الجزء الاول هي وعي بالعمل نفسه وعي بالعباده نفسها والجزء الثاني اخلاص لله سبحانه وتعالى قلت لكم مراجع النجف داخوا في معنى القربه وحتى هذا المصطلح هم جاؤونا به من هناك انا لا اشكل على المصطلح فمعنى التقرب الى الله ورد في احاديثنا لكن هذا المصطلح وهذه التعابير التي تكتب في الرسائل العمليه لم ترد بهذه الصيغه عنهم صلوات الله عليه قلت لكم لا شان لي بما يقولون لكنني مضطر ان اشير الى كلامهم لاننا مبتلون بما علمونا اياه من فبركات الشيطان ومن ضلال سقيفه بني ساعده والمشكله كما قلت لكم حينما يكتبونه يقولون هذا فقه محمد وال محمد المشكله هنا وربما كثيرون منهم لا يعلمون الحقيقه حمير حمير لا يعلمون الحقيقه كثيرون منهم بسبب ان لا علم لهم بفقه العتره الطاهره كل الذي تعلموه تعلموا فقه مراجع الشيعة من دون أن يعرفوا وأن يتعلموا فقه العترة من مصادره الأصلية تعلموا فقه المراجع من كتب المراجع وجيل يأخذ عن جيل وإذا رجعنا إلى الأصول فإنهم أخذوا عن الشافعي وأمثاله وأضرابه هذه هي حكايتنا مشكلتنا هنا النية كما قلت لكم في فقه العترة الطاهرة في ثقافة العترة الطاهرة تتالف من جزئين من وعي بالعمل نفسه ومن إخلاص لله اما الوعي بالعمل نفسه ان نحدد نوع العمل الذي نقوم به على سبيل المثال هل صيامنا واجب ام صيام مندوب هل نقوم بصلاه ام نقوم بصوم ان نحدد نوع العمل ومن اي مستوى هل هو من الواجب ام من المندوب وان نعرف بقدر ما نستطيع ان نعرف من حقيقه هذا العمل من اسراره من اهدافه هذا هو الذي يريد النواصب ويريد الشيطان ويريد مراجع النجف ان يبعدونا عنه لان حقيقه العبادات واسرار العبادات تشدنا الى محمد وال محمد وهذا ما لا يريده النواصب وما لا يريده الشيطان وبالتبعية هو ما لا يريده مراجع النجف لأن مراجع النجف يريدون أن يربط الناس بهم لا بمحمد وآل محمد فإن الناس إذا ارتبطوا بمحمد وآل محمد وجعلوا محمدا وآل محمد ميزانا لهم تكشفت عورات مراجع النجف وظهرت عيوبهم وظهر جهلهم وظهر ابتعادهم عن منهج العتره الطاهره هذا هو الذي يجري على ارض الواقع هذا الذي جرى على اجدادنا وابائنا ولا زال يجري علينا في واقعنا الشيعي هذه القضيه واضحه وساضع بين ايديكم ما اتمكن من وضعه من ايات الكتاب الكريم ومن احاديث العتره الطاهره وحينما اضع ايات الكتاب بين ايديكم بتفسيرهم بتاويلهم هم صلوات الله عليهم بعيدا عن تفاسير نواصب سقيفه بني ساعده وتفاسير نواصب سقيفة بني نجف اولئك نواصب السقيفة الذين نعرفهم وهؤلاء نواصب الشيعة واتحدث بشكل خاص عن المراجع الكبار الذين ورطوا الشيعة في هذه الفبركات الشيطانية الابليسية منذ ايام الطوسي منذ ان اسس طوسي حوزه الضلال هذه سنه 448 للهجره إذن النيه وعي بالعمل واخلاص لله والوعي بالعمل هو هذا الذي يجعل الانسان قادرا على التفكر في عبادته قادرا على التدبر في قراءته اذا كانت القراءه جزءا من العباده كما هو الحال في الصلاه فالصلاه عباده بحاجه الى تفكر وفيها قراءه بحاجه الى تدبر بينما الصيام عباده ليست فيها قراءه فالصيام عباده بحاجه الى تفكر نعم اذا اردنا ان نضيف الى الصيام من ملحقاته المندوبه اتحدث عن شهر رمضان وعن غير شهر رمضان من قراءة القرآن من قراءة الأدعية حينئذ فنحن بحاجة إلى تدبر في الحقيقة هو فيما ألحقناه بصيامنا من مندوبات ومستحبات لكن لأن العبادة وهي الصيام مازجت هذه المندوبات فهنا نحن بحاجة إلى تدبر وإلى تفكر التفكر في العبادات يحتاج الى مفردات. هذه المفردات من اين نأتي بها؟ اذا لم نكن على علم وعلى معرفه بحقيقه العباده، وبحقيقه مضمونها، وبحقيقه اهدافها. الا لا خير في عباده ليس فيها تفكر. كيف نتفكر في العباده؟ ونحن لا نمتلك مفردات للتفكر فيها من اين ناتي بهذه المفردات المفردات هي المعلومات التي نتعلمها من ثقافه العتره حول حقيقه العباده ومضمونها واهدافها وغاياتها وهذا هو الذي حجزونا عنه جاءونا بفبركه شيطانيه هذا الذي يسمى بالنيه التي علمونا عليها وتعلمنا على هذه الطريقه الشيطانيه بعيدا عن ثقافه العتره الطاهره اذا اردنا ان نكتب رساله عمليه بحسب فقه العتره الطاهره فلا بد ان نضع في بدايه الحديث عن كل عباده من العبادات المفردات التي يحتاجها المصلي الصائم الحاج المعتمر الى بقيه العبادات ان نضع بين ايديه المفردات التي سيحتاجها في نيته انه يصلي للغايه الفلانيه ولان الصلاه مضمونها كذا وكذا اما هذا الذي علمونا عليه هذه فبركه شيطانيه لا صله لها بفقه العترة الطاهره هذا جاءونا به من فقه سقيفه بني ساعده والا فان النيه المجرده العاديه وشرعية أيضا لصلاة الظهر ليوم غد هي موجودة الآن عندي وعندكم وهذا يكفي إنني قاطع في يوم غد سأصلي صلاة الظهر فلا حاجة للألفاظ ولا حاجة للاستحضار الذهني ولا حاجة لتعيين وقت وزمان لإيقاع النية إلى بقية التفاصيل التي علمونا عليها من الفبركة الشيطانية الناصبيه إذا النية وعي بالعمل مع إخلاص لله هذا العمل لله وانتهينا هذه هي النيه والنيه لا تكفي نحن بحاجه الى توجه سياتينا التوجه نحن الان نتحدث عن النيه المجرده فالنيه وعي بالعمل يضاف الى الوعي بالعمل الاخلاص لله الاخلاص لله يعني لا شريك له اننا لا نجعل شريكا لله في هذا العمل الذي نقوم به هذا هو الاخلاص لله النيه هذه اما المحرك للعمل فهذا الامر موجود في العبادات وغير العبادات انا لا استطيع ان اقول اي كلمه الان ما لم تكن عندي نيه ان اقولها وهكذا كل شيء اقوم به هذه النيه المحرك للعمل لا نستطيع ان نتصور عملا من الاعمال من دون ان تكون واقعا وحقيقه في مضمون الانسان الا اذا كان الانسان نائما ويتحرك في نومه مثل ما يفعل بعض الناس او كان الانسان فاقدا لانتباهه بسبب مرض من الامراض وتصدر عنه الاقوال والافعال من دون وعي وانتباه نحن قطعا لا نتحدث عن هذه الامثله وعن هذه الحالات حديثنا عن الانسان الطبيعي الذي هو في تمام وعيه ويفعل بقصد وبنيه فهذا الامر يجري في كل تصرفات الانسان حينما اتحدث عن النيه المحرك الذي يحرك الانسان هذا سيكون في العبادات وفي غيرها لكن الذي يفرق العبادات عن غيرها هو هذه النيه التي تتالف من جزئين من وعي بالعمل ومن اخلاص لله سبحانه وتعالى وهذا ما سياتي بيانه في هذه الحلقه قطعا بحسب الوقت المتوفر لي ان تمكنت ان اكمل حديثي في هذه الحلقه اكملته والا فبقيه الحديث ستكون في الحلقه القادمه يعني في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى نذهب الى فاصل يا من لا يا قائما على كل الشان يا من لا يشبهه شان يا من لا يزيد في <applause> ملكه شان يا من لا يخفى عليه شان يا من لا ينقص من خزائنه شان سبحانك يا لا اله الا الله مثلما قلت لكم النيه تتالف من جزئين من وعي بالعمل نفسه ومن اخلاص لله سبحانه وتعالى سنبدا من الاخلاص لله سبحانه وتعالى وقد بينت لكم مضمون ذلك انه عدم الشريك ما نقوم به من عمل والحديث عن العباده من عباده هي له سبحانه وتعالى وحينما اقول له بحسب ما يريد سجود الملائكه لأبينا ادم في الحقيقه هي لله سبحانه وتعالى ولكنه اراد السجود بهذه الكيفيه واراد من الملائكه ان يتوجهوا في سجودهم الى ابينا ادم من هنا قلت لكم قبل قليل لابد ان نجمع ما بين النيه والتوجه وهذا هو الذي حذفه مراجع النجف من العباده لماذا لان نواصب السقيفه قد حذفوا التوجه وجاءوا الى النيه فشوهوها بفبركه شيطانيه لاننا اذا ما كنا على وعي بالعباده وهذا الوعي ينشا من معرفتنا بمفردات ترتبط بحقيقه العباده واسرارها وغاياتها فاننا سنعرف حينئذ الجهه التي نتوجه اليها هناك ارتباط بين الجهه التي نتوجه اليها وبين وعينا بالعمل نفسه الذي هو جزء من نيه العمل بينما هؤلاء فلان النجف ضحكوا علينا علمونا جملا لا علاقه لها بالموضوع اذا كانت ترتبط بالموضوع فمن جانب بعيد وبعيد جدا فابدا معكم من الجزء الثاني وبعد ذلك اعود الى الجزء الاول الجزء الثاني الاخلاص لله تعالى ان ناتي بالعباده كما يريد هو هذا هو الاخلاص لله تعالى ليس المراد من الاخلاص لله تعالى ان نجعل العباده لله فقط فابليس اراد ان يفعل ذلك والله طرده ولعنه تلك العباده الابليسيه اذا كان الله يريدها له فقط فاننا سناتي بها كما يريد واذا كان يريد العباده له من خلال باب فتحه لنا من خلال وجه نصبه لنا فاننا سناتي بالعباده بحسب ما يريد هذا هو الاخلاص لله اما ان يعلموكم ان الاخلاص لله ان تكون لله وحده فقط وينتهي الكلام هذه عباده ابليسيه هذه عباده النواصب هذا هو الذي عليه دين الوهابيه ودين سقيفه بني ساعده وهذا هو الذي يملؤون به الفضائيات ومراجع النجف ركضوا وراءهم على هذا المنهج الأخرق فحينما نقول الإخلاص لله إننا نعبده كما يريده هو لسنا نحن الذين نقترح العبادة حينما نقول من أن العبادة له فقط هذا اقتراح من عندنا هل هو الذي قال لنا ذلك متى وكيف سقيفه بني ساعده هي التي قالت لنا ذلك ابليس المرجع الاكبر لكل العباد في العالم الذين ياتون بالعباده الابليسيه هو الذي اراد العبادة لله ورفض السجود لادم ابليس لم ينكر العبادة لله كان يصر على الله ان يسمح له بالسجود له سبحانه وتعالى من دون ان يسجد لادم ولكن الله لعنه وطرده تلك هي العبادة الإبليسية قلت لكم في الحلقات الماضية من أن ما جرى في مراسم إعلان برنامج الخلافة في الملأ الأعلى كان أنموذجا مصغرا لبرنامج الخلافة الكبرى في الأرض. هناك تشخصت العبادة الإبليسية والعبادة الإلهية فالعبادة الإبليسية أن نعبد الله وحده بحسب ما نريد والعبادة الإلهية أن نعبد الله كما يريد إذا أرادنا أن نعبده بشكل مباشر من دون سبب من دون باب من دون وجه فإننا عبيده ولكنه هو الذي أراد منا أن نعبده من خلال وجهه من خلال بابه من خلال سببه هو الذي اراد ذلك الذين يرفضون هذا المعنى هم اتباع ابليس هذا هو الذي وقعنا فيه هذه الاشكاليه الكبيره التي وقعت الشيعه فيها منذ بدايات الغيبه الكبرى هذا الامر لم يكن موجودا في زمان الائمه على الاقل هناك من اصحابهم من كان على وعي بهذه العقيده فهذه المضامين انا اتيكم بها من رواياتهم ومن احاديثهم التي نقلت الينا عبر رواه حديثهم وعبر اصحابهم وعبر خواصهم من هنا جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك الحال أصبح أسوأ وأسوأ مذ جنح كثير منكم مالوا عن المسار الصحيح الحدوا وذروا الذين يلحدون في اسمائه مالوا مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا الذي اضعه بين ايديكم انني اتيكم به من ذلك السلف الصالح انني احاول ان اعود الى المسار القديم البعض يقول من ان الذي اطرحه هو دين جديد، ما هو بدين جديد؟ الدين الجديد هو الدين البدعة دين مراجع النجف انني احاول ان اعود الى الدين القديم الى المسار الصحيح ان اذهب بعيدا عن سقيفة بني ساعده وان اذهب بعيدا عن سقيفة بني نجف أن أعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير مذ جنح كثير منكم صاحب الزمان يقول لمراجع الشيعة مذ جنح كثير منكم إلى أين؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً السلف الصالح كانوا بعيدين عن هذا المسار لماذا جنحتم في هذا الاتجاه الضال ولاحظوا دقه التعابير الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا مراجع النجف ذهبوا بعيدا عن مسار السلف الصالح ولذا تراهم حينما يذكرون مرجعا من مراجع عصر الغيبه الكبرى يكيلون له المدح والثناء ويسطرون له الالقاب والاوصاف وحينما يمسكون برواة حديث اهل البيت يمزقونهم شر تمزيق. هذه القضيه واضحه هذا بناء شيطاني اي مرجع من مراجع عصر الغيبه الكبرى كان ايات من القران نزلت في مدحهم لا يذمون احدا منهم كلهم مقدسون كلهم اجلاء كلهم جامعون للعلوم هم اكثرهم مطايئ لا فهم ولا علم ما عندهم من كتب خلفوها سرقوها من النواصب او سرقوها من علماء الشيعه وهذا باب السرقات في كتب المراجع باب وسيع اذا سنحت لي فرصه ساتيكم بكتبهم وسافضح سرقاتهم من الاموات ومن الاحياء الذين نعاصرهم يسرقون من كتب النواصب ويسرقون من كتب علماء الشيعة فيما بينهم هذا باب واسع هؤلاء مثلما يسرقون اموالكم تحت عنوان الخمس يسرقون ايضا من كتب النواصب ومن كتب الشيعة تحت عنوان الاستنباطي تحت عنوان التفسيري تحت عنوان التحقيقي وينسبونه اليهم وبطرق مختلفه لا اريد ان اذهب في هذا الاتجاه بعيدا واعود الى الكتاب الكريم لأنني إذا بقيت أتحدث وأتحدث فإن الكلام سيفتح لي أبوابا وأبوابا سورة الأحزاب إنها الآية الرابعة بعد البسملة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الى اخر الايه الكريمه الذي احتاجه هو هذا الجزء من الايه اول الايه الشريفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالانسان عنده قلب واحد وهذا القلب الواحد لا بد ان يكون متجها اتجاها واحدا فاذا اشتمل على اتجاهين فذلك القلب ما هو بقلب سليم هذا قلب مضطرب هذا القلب لا يتحرك وفقا للدليل مرادي من الدليل مثلما نشتري جهازا من الاجهزه الكهربائيه مثلا من الاجهزه الالكترونيه وهناك دليل مع هذا الجهاز فحينما نشغله بطريقه لا توافق قواعد الدليل فان الجهاز سيكون جهازا مضطربا لن يعطي النتيجه المطلوبه ولن نستطيع ان ننتفع منه وربما قد يؤدي ذلك الى خراب هذا الجهاز بالكامل فالانسان كذلك هناك دليل يتحرك الانسان ويتفعل الانسان وفقا له وهل هناك من دليل أفضل من القرآن هذا هو دليل بناء الإنسان ودليل حركة الإنسان ودليل أعمال الإنسان فالإنسان في جوفه قلب واحد وبحسب الدليل لا بد أن يتحرك هذا القلب باتجاه واحد إذا تحرك باتجاهين فإن الإنسان قد دخل في حالة الخراب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا هو تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه وطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحه وتسعة 529 في ذيل الآية التي نحن بصددها الرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إمامنا الباقر يقول قال علي بن ابي طالب الكلام كلام امير المؤمنين صلوات الله عليه هكذا يقول الامير لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف انسان هو قلب واحد حبهم هو حب الله مر هذا الكلام علينا اذا اردنا ان نحب الله فالطريق هم حبهم حب الله فلا يجتمع حب الله مع حب غيره لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف انسان ان الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب هذا ويبغض هذا يعني هذا القلب يحب وهذا القلب يبغض هو قلب واحد إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب هذا القلب الأول ويبغض هذا قلب يحب به وقلب يبغض به هو قلب واحد فأما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار هذا الامر الذي يقوم به صناع الذهب حينما يصهر الذهب لتنقيته وتصفيته من الشوائب التي كانت لاحقه بمعدنه بمعدن الذهب بمركباته فاما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه من دون شوائب فمن اراد ان يعلم حبنا فليمتحن قلبه فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منه فمن أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه فإن شاركه في قلبه فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منه الصورة واضحة وواضحة جدا لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان انه الاخلاص 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 وحبهم هو جوهر العبادات كلها وحبهم هو اساس العبادات كلها حبهم هو اساس الدين كله من هنا يبدأ الدين من أي نقطة من حبهم يا باحثا عن بداية طريق الدين الدين من هنا يبدأ من هذه النقطة من حبهم هذا هو الدين وهذا هو ديننا ديننا دين الحب ولكن لا كما تتحدث الصوفية وكما يتحدث عرفاء الشيعة اتحدث عن صوفية السنة وعن صوفية الشيعة وعرفاء الشيعة هم شعبة من شعب الصوفية لا اريد الحديث عن هذه الجهه واعود الى كلامي ديننا دين الحب لكنني كما قلت لا اتحدث بمذاق الصوفيه من السنه والشيعه او بمذاق عرفاء الشيعه انني اتحدث بمذاق الزياره الجامعه الكبيره حبهم فقط، ومن أحبكم فقد أحب الله. نذهب إلى فاصل. يا من في السماء عظمته يا في الأرض كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه شيء خلق يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحان واضح صار لديكم فان الانسان يملك قلبا واحدا وهذا القلب هو مقر النيه فلا بد من الاخلاص والا اذا كانت العباده لله ولغيره لشريك آخر فهذا القلب في مقام العبادة يشتغل بخلاف الدليل إذا هو يعمل خارج السياق فهو في حالة خراب ونهايته سيصبح عاطلا باطلا فالقلب مستودع النية ومستقر النية لأن النية قد تكون مستودعة وقد تكون مستقرة في القلب المستودع هو المؤقت والمستقر هو الثابت والقلوب متقلبه على اي حال انتقل بكم من سوره الاحزاب الى سوره الكهف والى الايه العاشره بعد المئه بعد البسمله وهي اخر ايه في سوره الكهف واذهب الى موطن الحاجه منها الى جزئها الثاني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الاخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا لا بد ان تكون العبادة عبادة الهية كعبادة الملائكة لا ان تكون عبادة شيطانية كعبادة ابليس ابليس اراد العباده لله وحده ولكن بحسب ما يريد هو والله سبحانه وتعالى يريد الاخلاص في عبادته ولكن وفقا لما يريد هو جل تعالى شانه وتقدس ذلك هو الاخلاص الحقيقي والا ما كان يريده ابليس ما كان اخلاصا حقيقيا هذا اخلاص قذر قذر بالخيانه وبالحسد وبالتكبر وبكل الذي جرى في برنامج الخلافة في الأرض حينما أجريت المراسيم الأولى للشروع في تطبيق هذا البرنامج على الأرض والتفتوا التفتوا بشكل واضح من أن آدم انزل الى الارض بعد اخراجه من الجنه وهذا لا يشعر باكرام عظيم لهذا الخليفه المفترض ان خليفه الله سيكون مكرما بدرجه عاليه جدا ادم لم يكرم حين انزل الى الارض كرم بعد ذلك لان برنامج الخلافه الاصل هو لاولئك العالين الذين جاء ذكرهم في سوره ص حينما رفض ابليس السجود فماذا قال له سبحانه وتعالى في الايه الخامسه والسبعين بعد البسملة من سورة صاد يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين العالون محمد وآل محمد برنامج الخلافة الحقيقي هو لأولئك العالين هم المكرمون الذين ما سجدوا لأحد إلا له سبحانه وتعالى سجدت حقائقهم ظواهرهم وبواطنهم له وآدم نال الكرامة في الملأ الأعلى بنور بقبسة نور أشرقت فيه منهم والذي جرى في الملأ الأعلى كان سجودا لذلك النور إنه انموذج لبرنامج الخلافة في الأرض ولم تكن هذه الخلافة بالأصالة لأبينا آدم لو كانت بالأصالة له لأنزل مكرما لقد أنزل بحالة لم يكن مكرما كرم بعد ذلك ابونا ادم بينما المفترض ان الخليفه الذي سينصبه الله خليفه عنه في الارض لا بد ان يكون في اعلى درجات التكريم لماذا لأن الخليفة الأصل ما هو بأبينا آدم الخليفة الأصل محمد صلى الله عليه وآله أعود إلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا عباده بحسب ما يريد سبحانه وتعالى هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي من جوامع احاديثنا التفسيريه وهذه طبعه مؤسسه الاعلامي بيروت لبنان اخر روايه في الجزء الثاني وفي الحقيقه هي اخر روايه في تفسير العياشي مما وصل إلينا من تفسيره هذا التفسير كان كاملا لكن الذي وصل إلينا إلى سورة الكهف هذه آخر رواية في الجزء الثاني صفحة 379 رقم الحديث سبعة وتسعين عن سماعه ابن مهران وهناك من يقرأه سماعه ابن مهران عن سماعه ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله وهذا الرجل كان من كبار علماء الشيعه لكنه صار واقفيا هذه من رواياته حينما كان على الهدى مراجع الشيعه ضلوا بعد شهاده امامنا الكاظم وسرقوا أموال الإمام الكاظم سرقوا الأموال الشرعية وأنكروا إمامة الإمام الرضا وهذا من بينهم شخصية علمية مرموقة لكنه صار واقفا على أي حال عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق عن قول الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا قال العمل الصالح المعرفة بالأئمة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التسليم لعلي لا يشرك معه في الخلافه من ليس ذلك له ولا هو من اهله ولا يشرك بعباده ربه احدا فالامام رب رب الدين ورب الارض امام الارض رب الارض امام الدين رب الدين هذه العناوين تطلق عليهم ومر هذا علينا في الحلقات المتقدمه والاطلاق عليهم قطعا بحسبهم ولا يشرك بعباده ربه احدا انه التسليم والتسليم قطعا لا يتحقق الا بعد تحقق المعرفه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا الامام الصادق يقول العمل الصالح المعرفه بالائمه بعد المعرفه ياتي التسليم التسليم انما هو متفرع عن المعرفه ولا يشرك بعباده ربه احدا التسليم لعلي انها بيعه الغدير بوجهيها بوجهها الثابت ووجهها المتحرك نحن مطالبون بالاخلاص في كل جزء من اجزاء ديننا مطالبون بالاخلاص في حبهم ان تكون القلوب خالصه لهم وان يكون الحب الخالص لهم وان تكون العقيده خالصه لهم انه التسليم انها بيعه الغدير عودوا الى ما حدثتكم عنه عن بيعه الغدير المحمديه في الحلقات الماضيه الايه تتحدث عن تلكم المضامين نذهب الى فاصل يا حي قبل كل حال يا حي بعد كل حال يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج الى حي يا حي الذي يميت كل حي

يَا مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لَا يُرَادُّ يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ لَا تُبَدَّلْ يَا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ الايه الثامنه والثمانون بعد البسمله من سوره الشعراء والتي بعدها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم في نفس السياق في نفس الاتجاه فمن سوره الاحزاب ومن ان الانسان لا يملك في جوفه الا قلبا واحدا الى سوره الكهف حيث الحديث عن التسليم لعلي ولا يشرك بعباده ربه احدا الى سوره الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف وهذا الباب باب الاخلاص من الطبعه التي قرات عليكم منها في الحلقات الماضيه في الصفحه الاربعين انه الحديث الخامس عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بصدد الايه الا من اتى الله بقلب سليم قال إمامنا الصادق القلب السليم الذي يلقى ربه يلقى ربه في آخر محطة في سفر الإنسان في محطة لقاء الله أو يلقى ربه في كل عبادة من عباداته يلقى ربه مع كل نفس من انفاسه قال القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه ويستمر في حديثه وكل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط لا قيمه له مثل ما بينت لكم قبل قليل من ان القلب الذي يشتغل في اتجاهين انه يشتغل بخلاف الدليل في حاله خراب وسيقوده ذلك الى ان يكون قلبا عاطلا باطلا وكل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط المطلوب هو هذا القلب السليم القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه الحب لهم العقيده لهم الولاء لهم وذلك هو الذي هو لله سبحانه وتعالى هذا هو جوهر ما في قرانهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو جوهر ادعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم وهذا هو جوهر دينهم وعقيدتهم التي بينوها لنا في عشرات الاف الاحاديث أقولها لكم في عشرات آلاف الأحاديث لكن مراجع النجف هجروا تلك الأحاديث ألقوا بها جانبا لا علم لهم بها ولا علم للشيعة بها وجاءونا بثقافة قذرة من النواصب هذا هو الذي جرى علينا وهذا هو حالنا ويبدو ان الامر سيستمر على هذا الحال كل الايات التي تلوتها عليكم في سوره الاحزاب في سوره الكهف وفي سوره الشعراء تتحدث عن الاخلاص انه قرانهم وهذه احاديثهم لا استطيع ان استمر في تناول الايات وعرض الروايات بشكل مستمر الوقت يجري ويجري سريعا ساذهب الى امثله اخرى وبنحو سريع في سوره النساء وفي الايه السادسه والاربعين بعد المئه بعد البسمله في سياق من الايات لا استطيع ان اتناوله لضيق الوقت لكنني انقل لكم هذه الصوره في الايه الثانيه والأربعين بعد المئه بعد البسملة ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صورة واضحة تتناقض بالكامل مع الإخلاص والحديث عن الصلاة مثالا وعن سائر شؤونهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والآية التي بعدها تشير إلى مطلق أحوالهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الآية التي أريد أن أشير إليها وهي السادسة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء إلا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله نحن ماذا نقرا في الزياره الجامعه الكبيره ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله وهذا هو الاعتصام الحقيقي بالله سبحانه وتعالى لاننا لا نستطيع التواصل مع الله وانما نتواصل مع الله من خلال الباب الذي فتحه لنا اين باب الله الذي منه يؤتى من هنا يؤتى الله اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء من هنا نتوجه الى الله اين السبب المتصل بين الارض والسماء هذا هو السبب وفي الايه واعتصموا بحبل الله فحبل الله علي هذه الايه التي يفسرها سفهاء الشيعه في الوحده الاسلاميه حبل الله علي وعلي لم يكن سببا لوحده المسلمين كان سببا لافتراقهم بيعته الغدير هي التي تقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الذي يكون عدوا لله هل هو من المسلمين علي هو الذي فرق بين المسلمين فهناك من الذين يقال لهم مسلمون هم اعداء الله وهناك من الذين يقال لهم مسلمون هم اولياء الله اتحدث عن التسميه بين الناس الناس يقولون هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون فهناك مسلمون هم اعداء الله وهناك مسلمون هم اولياء الله كيف نميز بينهم بعلي فعلي هو الفاروق الاعظم فاروق يعني يفرق يفرق بين الحق والباطل واعتصموا بحبل الله حبل الله هو علي ولايه علي هؤلاء السفهاء من مراجع النجف ومن زعماء السياسه والدين من اصحاب العمائم في الشيعه يفسرون الايه بالوحده بين اولياء علي واعداء علي هم يخالفون القران في كل شيء يخالفون القرآن المفسر بتفسيرهم في كل شيء ما انا قلت لكم هؤلاء نواصب ولكن بلباس شيعي كما هم يقولون من ان هذا اللباس هو لباس شيعي وما هو بلباس شيعي هو من لباس النواصب ايضا ولكن من زمن ماطن ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله اتعلمون ان هذه الصفه صفه عصمه الله هي صفه فاطمه هي من اسماء فاطمه فاطمه هي عصمه الله الاعتصام يكون اعتصاما بالقيِّمة فاطمة. اعود الى الآية من سورة النساء (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُم لِلّهِ) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله الاعتصام بفاطمه اذا ذهبنا الى سوره البينه والى الايه الخامسه بعد البسملة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ماذا تقول هنا الايه واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله نذهب الى سوره البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه دين الاخلاص. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، هذا هو تفسير القرآن بالقرآن وفقا لمنهجهم. لا كما يزعم الطباطبائي في الميزان. لا كما يزعم محمد باقر الصدر. لا كما يزعم الاخرون. اولئك فسروا القران بطريقه وصفت بانها كفر في احاديث اهل البيت من ضرب بعض القران ببعضه من ضرب القران بعضه ببعض فقد كفر نفسر القران بالقران وفقا لتفسيرهم وفقا لرواياتهم وفقا لاحاديثهم مثل ما افعل بين ايديكم بحسب ما اولوا قرانهم الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما الحديث عن الاخلاص في الدين واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله اخلصوا دينهم لله كما يريد الله يريدنا ان نعبده من دون بوابه من دون وجه فنحن عبيده يريدنا ان نعبده من خلال وجهه وبابه فنحن نعبده نحن عبيده هذا هو الاخلاص لله تذكروا من ان الله حين خلقنا خلقنا عبر سلسله طويله من الاسباب والعلل والحجب وحين خاطبنا ايضا خاطبنا عبر سلسله طويله من الاسباب والعلل والحجب لم يخلقنا بشكل مباشر ولم يخاطبنا بشكل مباشر وحتى عقولنا لم يدعها تشتغل بشكل مباشر الى ان بعث اليها الوسائط كي يثيروا دفائنها فكيف نستطيع ان نخاطبه من دون وسائط هو القادر على ان يخاطبنا من دون وسائط ومع ذلك خاطبنا عبر الوسائط ولم يحرك عقولنا بشكل مباشر بشكل ذاتي من داخلها وانما بعث اليها من يحركها بعث الانبياء لاثاره دفائنها فكيف نستطيع ان نتواصل معه بشكل مباشر ونحن في غايه عجزنا وهو في غايه قدرته خلقنا عبر الاسباب وخاطبنا عبر الاسباب وحرك عقولنا عبر الاسباب فكيف نستطيع ان نخاطبه من دون الاسباب اي منطق هذا ماذا تقولون انتم ومن سوره النساء الى سوره الانعام والى الايه الثانيه والستين بعد المئه بعد البسمله قل ان صلاتي ونسكي النسك العبادات الطقوس المراسم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بحسب ما يريد هذا هو الاخلاص الذي تتحقق العباده به ايه سابقه وايه لاحقه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم وهذا العنوان هو علي في الكتاب كله من اوله الى اخره هو عنوان بالاصاله لعلي ولولايته بالتبعيه هذا اسم من اسماء امير المؤمنين الصراط المستقيم قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلت لكم قبل قليل المراد من الإخلاص في النية هو عدم الشريك، لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الآية تتحدث عن الصلاه الواجبه المندوبه وتتحدث عن مطلق النسك عن سائر العبادات الاخرى عن سائر المراسم الدينيه الاخرى ومحياي ومماتي المضمون الذي نقراه في زياره عاشوراء من ان يجعل الله محيانا محيا محمد وال محمد وان يجعل مماتنا ممات محمد وال محمد لا يكون ذلك الا ان تكون القلوب خالصه لهم خالصه مخلصه لهم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الملائكة حين سجدوا لأبينا ادم اخلصوا لله في طاعة امره واخلصوا لأبينا ادم حين سجدوا له فكانوا صادقين في سجودهم وخضوعهم بين يدي أبينا ادم. نحن مطالبون بالاخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي وجهه الاخلاص لله هو هذا لانه هو الذي يريد هذا اما هذا الاخلاص الذي علمونا اياه هذا هو الاخلاص الابليسي جاءونا به من سقيفه بني ساعده ماذا تتوقعون من إخلاص سقيفة بني ساعدة إنه إخلاص يبعدنا عن محمد وآل محمد هذا هو الذي أقوله لكم كرارا ومرارا من أن دين حوزة النجاة لا علاقة له بدين محمد وآل محمد وهذا هو الذي أردده دائما هناك تشيعان هناك تشيع للحجة ابن الحسن أعنونه بالتشيع الزهرائي وهناك تشيع لمراجع النجف أعنونه بالتشيع السبروتي وهذا العنوان استلهمته وأخذته من الرسالة الثانية التي بعث بها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد ومر هذا الكلام في برامج سابقة أعود إلى الآية فهي واضحة من سورة الأنعام إنها الآية الثانية والستون بعد المئة بعد البسملة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في الايه التي بعدها لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الايات كلها تصدح وتصدع بالاخلاص والاخلاص اين يكون في القلوب قطعا لا بد ان يكون في العقول قبل القلوب نذهبوا إلى فاصل. يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحسن عباده نعمها، يا. Hello?

اذن النيه جزءان وعي بالعمل نفسه واخلاص لله يمكنني ان اقول من خلال البيانات المتقدمه في هذه الحلقه تحققت بين ايديكم صوره واضحه لمعنى الاخلاص لله تعالى اما الجزء الاول من النيه الوعي بالعمل نفسه الذي ترتبط النيه به ويرتبط العمل بها هذا ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى في حلقه يوم غد وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطه الاحرار في فناء امامك البراءة الذهبية. طلق منهج اصحاب العمائم الابليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه ان كنت راغبا في امامك. اذا اذا كنتم راغبين في امامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما أسألكم دعاء جميعا في أمان الله